وبيت سامبراس مؤخرا كان له تصريح على نادال وسؤل هل نادال يستطيع ان يعود الى الصدارة؟ قال بيت سامبراس نعم يستطيع، لان نادال يعتبر من النوع اللي لا يستسلم ويقاتل مقاتل تشيلس، وممكن ان يعود الى التصنيف الاول عالميا، هذا ما ذكره بيت سامبراس. والخطأ من رافائيل نادال، ولكن هذا الموسم اعتقد انا شخصيا بانه الصدارة راح تكون لنوفاك جوكوفيتش، وقرأت هذا الشيء من خلال مشوار المنافسين لجوكوفيتش بالنقاط اللي راح يدافعون عنها. جوكوفيتش اقل واحد، اقل من نادال واقل من روجر، وهذا الذي جعلني اختار بان نوفاك جوكوفيتش ستكون له النسبة الاكبر ليكون هو المصنف ينهي هذا الموسم في التصنيف الاول عالميا. ولكن امام مهمة صعبة 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 جدا جوكوفيتش ستكون في 2012، لان عليه ان يدافع على نقاط عديدة جدا، يعني من 10 مشاركات فاز ب9 القاب والقاب في بطولات كبيرة، وهذا يعني بانه سيدافع عن نقاط عديدة. ارسال اول ناجح من فريق جوكوفيتش. نادال في المجموعة الأولى من 16 سال أول فاز ب15، نسبة ممتازة. وصول وصعود موفق هنا للفرنسي. ستوب فولي. 14-15. جوليان بنيتو في المجموعة الأولى أرسل ب12 رسال وكسب 9 أيضا، نسبة ممتازة، يعني ما فقد على الإرسال الأول إلا 3 نقاط، وهذا يعطينا قراءة بأن على فرنسي أن يضع الإرسال الأول، لأن عندما يضع الإرسال الأول يكسب. البانديان يتفوق على موري في الشوط الاول، كسر ارسال اندي ماري ويتقدم في ملعب جراند ستاند بشوط للا شيء. ليبانيتو وجوليان بنيتو فيرست جيم سكند سيت يكسب الشوط الاول من المجموعه الثانيه، يحاول ان يستمد القوه والثقه من خلال هذا الشوط، وان ينسى ما حدث في المجموعه الاولى وفقدان المجموعه الاولى من خلال شوط اول وتقدم. هنا نشاهد نادال عندما يستقبل الارسال الاول والثاني، هذا يعني ما اعتقد فيه تمركز جيد لنادال، يعني ما في ولا تسديده من داخل الملعب، ومعظم هذه التسديدات في هناك تسديدات متر ونص مترين ونشاهد على الارسال الثاني ايضا نسبه، يعني نشاهد بان هناك كرات من داخل الملعب وكرات من مكان بعيد، ونادال استقبل من هذا المكان البعيد لكي ياخذ وقت كافي حتى يقرا الارسال. ارسال ساحق والشهيه مفتوحه لنادال بالارسالات الساحقه في هذه المباراه، ويصل الى الارسال الساحق رقم 8 او رقم 7. لا شيء، يحاول جوليان بنيتو ان يجد ايقاع لاستقبال ارسال نادال.
حتى الآن لم يجد، لأنه لم يحصل على أي فرصة لكسر الأرسال. ولكن نادال من فرصة واحدة كسر الأرسال، استغل هذه الفرصة. حاول من مكان بعيد. تسديدة داخل الملعب بيال سبين سريعة من نادال، ويتحدى جوليان بنيتو. كرة فيها دوران وسرعة، ربما أثرت على حكم الخط جوليان بنيتو، هذا ما يفكر به، يتحدى الآن ولكن تلامس بقليل يا بنيتو. يفقد التحدي الفرنسي ونادال يكسب النقطة وأمام فرصتين. يكسر الايقاع في السلايس وينجح نادال. شوط لنادال يعدل شوط لشوط في المجموعة الثانية. كما نشاهد فريق العمل لرافائيل نادال، ونادال يبحث عن فوز رقم 209 في الماسترز ليعادل مع اندريا غاسيكا ثاني اكثر لاعب في تاريخ هذه اللعبة منذ عام 1990. وتسديدة رائعة لجوليان بنيتو، ضربة قاضية بالفورهاند بالانسايد اوت. ايضا شاهدنا تحضير الجسد لجوليان بنيتو، الدوران والاستعداد للتسديد. وين يا نادال؟ يعني هذه كرات يفقدها نادال، ما تعودنا على مثل هذه الاخطاء. هنا خطا سهل ايضا اخر، اوقف الذراع وقل الدوران ولم تنخفض هذه الكره داخل الملعب. مفاجأة من نادال في العمق. التنس الفرنسي يعيش أيام جميلة هذه الأيام، حيث يوجد أربع لاعبين في التوب 20 وهم العدد الأكبر الفرنسيين في التوب 20. الأسبان عندهم ثلاثة ولكن الفرنسيين عندهم أربعة، اثنين في التوب 10، الثامن مونفيس والعاشر تسونغا، وعندهم سيمو 12، كاسكيه 13، بينما الأسبان عندهم نادال الثاني، وأيضا لديهم السادس فيرير والماغرو 11. يعني فقط الاسبان عندهم ثلاثة والفرنسيين هم العدد الاكبر في التوب 20 ما بين اللاعبين والدول الاخرى.
خطأ مباشر، خطأ سهل، رأس المضرب مرتفع أعلى من الكرة، وأيضا يتجه المرجحة إلى الأسفل. مدرب ليك جوليان بنيتو يحاول أن يحفز جوليان لأنه فقد نقطتين متتاليتين، يأتي دور التحفيز من المدرب، والفرصة ما زالت قائمة لبنيتو. يا سلام يا سلام يا سلام على التحرك، ويا سلام على الاختيار بهذه الدقة من ندال. لاحظ كيف تحرك بشكل سريع ندال، ولاحظ الاختيار وين انخفضت في مكان، لاحظ الزاوية، الزاوية ضيقة جدا، وندال بتركيز عالي استطاع أن يأتي بهذه الزاوية من خلال سبن عالي، وهنا يلوم النفس جوليان بنيتو لأنه فقد ثلاث نقاط متتالية. هدي 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 شوية، ويجب على اللاعب أن يتحكم في النفس، ضبط النفس أمر مهم للاعب التنس حتى يكون في التركيز العالي ولا يفقد التركيز. وين وين يا ندال، وين يا ندال؟ ندال يعني نعم ما هو في يوم جيد، ما هو في يوم جيد، هو كاسب متقدم لكن ما هو في يوم جيد. أخطاء أخطاء سهلة لندال على الفورهند، تخيل على الفورهند 12، ندال اللي سلاح الفورهند حتى الان ارتكب 12 خطا مباشر. ارسال اول ناجح من الفرنسي، وجوليان بنيتو شوطين لشوط واحد يتقدم. نقطة قبل الأخيرة، خطا سهل من ندال على الفورهند، وجوليان بنيتو ايضا يلوم نفسه على بعض النقاط ربما.